السلام عليكم وأهلا بكم في مقطع جديد. اليوم سنتحدث عن أروع نوعية من الألعاب التي ستجعلك تعيش حياة أخرى داخل لعبة، وهذا من العدد الهائل من المميزات الموجودة داخل هذه الألعاب. أولهما الدردشة مع الأجانب، مما يسمح لك بتعلم اللغات بسهولة وكذلك تكوين أصدقاء وصديقات داخل اللعبة، وذلك من خلال نافذة الدردشة المتواجدة داخل كل لعبة من هذا الصنف. لذلك فهذا النوع من الألعاب تم تصميمها للكبار والبالغين لأنها ألعاب فيها تفاصيل كثيرة وتقنيات اللعب وأساليب تحتاج منك عقل كبير والذكاء من أجل فهم اللعبة وتطوير نفسك فيها. لذلك نجد شروحات هذه الألعاب منتشرة باليوتيوب وغيره. فلا تظن عزيزي المشاهد أن كل الألعاب هي للصغار فقط، فالعديد من الكبار يلعبونها مع زواجاتهم وعائلاتهم ويستمتعون في أوقات فراغهم. والآن دعونا نمر إلى المميزات الرائعة المتواجدة بهذه الألعاب بالتفصيل. إذا في البداية تقوم بإنشاء شخصيتك التي ستمثلك داخل اللعبة وتضع له اسم وذلك بالتفصيل، ثم تختار نوع تخصصك، يعني قبل أن تلعب لابد أن تقرر الطريق الذي تريد أن تسلكه. هل تريد أن تكون محارب أو فارس أو ساحر أو مساعد أو طبيب أو مشعوذ؟ فكلهم لهم مهارات قتالية، ولكن تحدد النوع الذي سيكون اختصاصك. وطبعاً كل تخصص له مهارات وأسلحة خاص به، وكذلك نوع اللباس التي سيرتديه. وفي بعض الألعاب تختار كذلك الشعب الذي تريد أن تنتمي إليه. نمر إلى ميزة الدردشة. لا تخلو هذه الألعاب كما قلنا سابقاً من نافذة الدردشة ولائحة الأصدقاء داخل اللعبة. كأنك داخل الفيسبوك تلعب وتتحدث وتقضي وقتاً ممتعاً وتتعرف على ناس جدد، وتكون لك عائلة داخل هذه الألعاب. وكم من قصة تعارف لأشخاص على بعضهم وتزوجوا بعد التقائهم في هذا العالم، ومنهم إيمي وجيسي التقيا في لعبة فاينل فانتازي، ومنهم المشهورين مثل اليوتبر فانكس التقت بخطيبها دووبي في لعبة عالم واركرافت، واليوتبر إس مونكولد التقى بزوجته بينكس باركليس في نفس اللعبة، ويوتوبر آخر سير ماديفل التقى بزوجته في لعبة بلاك ديزرت، وغيرهم الكثير. كما لا ننسى أنك تستطيع إضافة أصدقاء وحظر الأشخاص الذين لا يعجبونك وإنشاء فرق للمهمات أو الانضمام لفريق معين إلى آخره. ميزة المهمات في هذه الألعاب، لديك مجموعة من المهمات يمكنك إنجازها تربح منها النقود ونقاط الخبرة التي تطور بها نفسك وتطور بها مهاراتك القتالية. وتنقسم المهمات إلى عدة أنواع، منها مهمات رئيسية وفيها مشاهد سينمائية لقصة اللعبة، وهناك مهمات أخرى كثيرة جانبية تأخذها من أماكن مختلفة في كل منطقة تطلب منك، أما تجميع أشياء أو قتل لصوص ووحوش أو توصيل وغير ذلك. ميزة تطوير الشخصية، وهذا ممتع جداً لأنك في البداية تكون لاعب له مستوى واحد فقط، وهذا يعني أنك تحتاج إلى العمل وترفع من مستوى شخصيتك. وأخذ المهمات أو الذهاب إلى قتل وحوش بدون مهمات هو بمثابة تدريب لك، كلما قتلت وحوش أقوى منك تأخذ منهم خبرة التي تطورك أكثر. لذلك تحتاج إلى تدريب شخصيتك، كلما تدربت أكثر كان تطويرك أسرع ورفعت مستواك أكثر، وكلما ارتفع مستواك تنفتح لك مميزات أخرى ومهارات جديدة وأسلحة جديدة. ولا يكفي فقط أن ترفع مستواك، بل يجب أن تستمر بتطوير أسلحتك ودروعك بطرق مختلفة لتصير أقوى من اللاعبين الآخرين. ومن ضمن الأمور المهمة تعلم المهارات القتالية لدى أحد الشخصيات أو من النوافذ حسب نظام كل لعبة، فتعلم المهارات يمكن تطويرها ورفع مستواها لتصبح أقوى. فإتقان القتال يعتمد على ذكائك في اختيار تطوير مهارات مناسبة، ولها ضرر أكثر للهجوم أو الدفاع أو الاستشفاء والمهارات السحرية وغيرها حسب تخصصك. ويتم استعمال هذه المهارات أثناء القتال بالضغط على مفاتيح أنت تختارها لكل مهارة. وبعض الألعاب يمكنك القتال بالماوس كذلك، ويكون لكل تخصص مهارات خاصة به مختلفة عن الآخرين. وقد تظن أن هذه النوعية من الألعاب تتابعك الكاميرا من الأعلى فقط، وهذا ليس صحيحاً، فأنت تتحكم بالكاميرا بحيث أنك تستطيع تقريب شخصيتك وتلعب كأنك داخل جيتيا بالعصور الوسطى. أما سبب تصوير الأشخاص فديوهات بالكاميرا الأفقية هو راجع للشخص كي يستطيع رؤية العدو بشكل أفضل ويتتبعه أثناء القتال، والكل له طريقته الخاصة في التعامل مع الكاميرا باللعبة. ونجد لدينا ميزة Life Skills أو المهن الحياتية، هي مجموعة من المهارات الحياة الواقعية التي تتعلمها
مثل الرسم والصيد والفلاحة وصيد أسماك والطبخ والتجميع والكيمياء والتجارة والزراعة والإبحار وغيرها حسب نظام كل لعبة وتقوم بتطوير مهنتك. وبعض الألعاب يكون هناك مسابقات فيها مثل مسابقة صيد الأسماك، يكون الفائز من يصطاد أسماك نادرة وصعبة الاصطياد، وتمنحك أيضاً نقاط المهنة التي تقوم بها بشراء مختلف الأشياء الأخرى. نمر إلى ميزة الكرافتين، هو عملية التصنيع بحيث تستطيع تصنيع مختلف الأشياء بهذه الألعاب مثل أسلحة ودروع مميزة، وكذلك ترياقات وأدوات وأشياء مختلفة حسب نظام كل لعبة. والأشياء التي تصنعها يمكنك استعمالها أو بيعها للاعبين الآخرين بمبالغ وعملات مختلفة، مما يجعلك تجمع ثروة وتشتري بها دروع جديدة مثلاً وأسلحة نادرة أو الكثير من الأمور التي تجدها بالمحلات التجارية داخل اللعبة. ثم ميزة العتاد كما ذكرنا سابقاً، من المهم جداً الاهتمام بدروعك وتطويرها وتقويتها بمواد وطرق مختلفة تسعى للحصول عليها بمختلف الطرق، مثلاً إذا قتلت قائد الوحوش فيعطيك مواد نادرة. كلما كان الوحش خطيراً كان المكسب أفضل، لذلك يجتمع الفرق على قتل أحد الوحوش الخطيرة من أجل جمع المواد النادرة أو الحصول عليها بالمتاجر أو التبادل مع لاعبين آخرين حقيقيين أو بيع موادك النادرة في المزاد داخل اللعبة أو فتح متجرك الخاص وتبيع فيه داخل اللعبة. كلما كان درعك أقوى سيكون فيه توهج القوة واضحة، وكل اللاعبين الآخرين سيعرفون مدى قوتك كلما كان التوهج أقوى. وطبعاً يمكنك إخفاء ذلك أيضاً، كما أنك تستطيع الحصول على سكينات وديكورات رائعة لشخصيتك تشتريها من أماكن مختلفة بنقاط مختلفة حسب نوعية السكين وجماليته وأيضاً الملابس المختلفة المتنوعة. إذا كنت تتساءل ما هو الهدف في اللعبة فهذا جواب سهل، فهذه النوعية من الألعاب لك حرية الاختيار لهدفك، فيمكنك أن تلعب وتسعى من أجل أن تصير أقوى لاعب في اللعبة كلها وتتفوق على لاعبين آخرين ويعرض اسمك في أول قائمة أقوى الأشخاص، أو تلعب من أجل البحث عن كنوز وجمع ثروة وتصير أغنى لاعب باللعبة، أو تلعب من أجل التقاء أصدقاء وتستمتع بوقتك معهم في فعل أشياء كثيرة داخل اللعبة، أو أنك تلعب من أجل مساعدة لاعب آخر للوصول إلى أقوى لاعب وذلك بعدة طرق، أو تلعب من أجل سرقة لاعبين آخرين وتكون قرصان مثلاً، أو تلعب من أجل الاستمتاع بإنجاز المهمات والاستمتاع بقتال الوحوش والمقاطع السينمائية، أو اللعب من أجل رحلات الاستكشافية في البر أو البحر أو البحث عن كهوف سرية. وطبعاً كل لعبة يكون هناك اختلاف في بعض المميزات أما تكون زائدة أو ناقصة. ومن الأمور الممتعة نظام التحدي، حيث تتحدى أي لاعب آخر حقيقي في مبارزة، وهذا من أجل اختبار قوتك والتدريب. يمكن أن تتحدى أصدقائك في أماكن خارج المدن، لأن المدن هي مناطق آمنة لأن يمكنك قتل اللاعبين فيها. نعم، يمكنك قتل أي لاعب آخر خارج المدينة. ثم نظام لاعب ضد لاعب الرائع الذي أحبه أنا شخصياً، وهذه الميزة تسمح لك بقتال لاعبين آخرين وتحديهم ليس فقط بالعالم المفتوح، بل أيضاً هناك حلبات قتالية إذا ربحتها تربح جوائز، وبعض الألعاب يكون فيها حتى بطولات قتالية، ويكون القتال في هذه الحلبات قتال شخص ضد شخص أو اثنان ضد اثنان، أو في بعض الألعاب فريق ضد فريق وفي أماكن مختلفة. وبعض الألعاب يمكنك مشاهدة المباراة على كرسي كانك داخل عهد الرومان وتكون هناك لائحة لأقوى لاعبين بالحلبة. ولدينا نظام اللاعب ضد الوحوش، هذا النظام معروف ويقصد به أنك تستطيع قتال الوحوش سواء بالمهمة أو بدون مهمات وتختبر قوتك معهم، ولكن احذر فهناك وحوش قوية جدا تحتج إلى تكون فريق لهزيمتهم، ومنهم وحوش يطلق عليهم البوصات وهم قادة الوحوش أو أسيادهم وتكون قوتهم خطيرة، وهناك وحوش أقوى وأخطر هو البوصات العالمية، وهذا النوع يحتاج إلى اجتماع أكبر عدد من اللاعبين لقتله، فهو يكون عملاق جدا وخطير ويظهر مرتين فقط في اليوم تقريبا، أو يكون له أماكن خاصة لدخولها مع مجموعات كبيرة. نظام الدانجون أو الزنزانات هو نظام تجده في كل الألعاب من هذه النوعية، حيث تدخل لهذه الزنزانات لتقاتل فيها الوحوش وتستمر فيها بقتلهم والتوغل داخلها حتى تلتقي بالزعيم، وإذا تمكنت من قتله تأخذ منه جوائز قيمة
وتتكون هذه الزنزانات بالألعاب إلى أماكن مختلفة، وكل زنزانة بالمستوى المطلوب لدخوله. فنجد مثلاً الخاصة بمستوى 20 فما فوق، والمستوى 30 و55 فما فوق، وغيرها من الأنواع، وكل زنزانة تكون أقوى من الأخرى، ومنها التي تتطلب الدخول مع الفرق لإنجازها. نمر إلى نظام العشيرة. كل هذه الألعاب لابد أن تجد هذه الميزة، وهي إمكانية الانضمام إلى عشيرة أو إنشاء عشيرتك الخاصة. تضع لها اسم وشعارك الخاص وتقاتل بها وتنافس العشائر الأخرى في أماكن مختلفة، مثل حرب العشائر وقتال السيطرة على القصور أو المناطق. يكون هناك حرب طاحنة وقتالات بين العشائر، مما يرفع من روح المنافسة ويزيدك حب وعشق لهذه النوعية من الألعاب. لذلك نجد المجموعات غالباً تطلب منك أن تطور نفسك جداً قبل الانضمام إليهم، لأنهم يريدون معهم محاربين شرسين كي يربحوا تلك الحروب. وكل هذه العشائر فيها لاعبين حقيقيين من دول مختلفة. Backside. Missed again. Ranger on me. Alright, nice kill. نظام حروب الباتل فيلد الشاسعة، وهذه من أقوى المميزات التي يحبها أغلب اللاعبين، وهي حروب واسعة النطاق يشترك فيها عدد هائل من اللاعبين في عالم مفتوح، والفائزون لهم جوائز قيمة جداً. لذلك يتدرب الجميع من أجل النجاة في الحرب والفوز، ويكون للفائزين مميزات تميزهم عن باقي اللاعبين كعلامة على كونهم محاربين شرسين بالحروب. Tanks, get in front, get some pulls. Yeah, that's what they're doing. Yeah, and that's why it's like we're winning those fights, but they just pour back in. نظام السياج أو الحصار هي ميزة أخرى من قتال لاعب ضد لاعب، وهي إمكانية الهجوم على مناطق اللاعبين آخرين كالقصر ومحاولات السيطرة عليه وأخذه منهم. ونجد في بلاك ديزرت أنواع مختلفة من الحروب، منها حرب النود للسيطرة على مواقع معينة، وحرب الأقاليم للسيطرة على مناطق مثل فالنيسا، وحرب الملكية للمكفات والمعارك البحرية، وحروب غزو للحصون. وهذا يجعل اللعبة مكاناً مدهشاً للمنافسة والمتعة. ولدينا في كل هذه الألعاب نظام الأحداث، وهو حدث جديد يحدث كل أسبوع وكل شهر، وفيه إضافة لأماكن جديدة يمكن الدخول المنافسة فيها، ويتم تغييرها بشكل دوري حتى لا يصيبك الملل أبداً وأنت تلعب، لأنك دائماً ستجد الجديد لتستمتع به. ويمكن أن تكون أماكن قتال أو أماكن مهمات أو بوصات خطيرة لهزيمتها بجوائز قيمة. ثم نظام الرانكس والإشيفمنت، هو لائحة حيث يتواجد أفضل اللاعبين باللعبة من حيث القتال، ومن حيث قتال الوحوش، ومن حيث ديكورات المنزل، ومن نواحي مختلفة كل نوع له قائمة ترتيب لأفضل اللاعبين فيها. أما الإشيفمنت هي قائمة إنجازاتك باللعبة، تجد فيها بعض التوجيهات على شكل تحديات، كلما انهيت واحد تربح جائزة، فالبعض يسعى إلى استكمال كل أوامر الإنجازات كشيء آخر يمكنك فعله، وتجد فيها الجوائز التي جمعتها من الفوز بالنزالات والحروب وغيرها أيضاً. Bring peace to her soul. ثم لدينا المتاجر. نعم، هناك متاجر داخل هذه الألعاب، حيث يمكنك شراء وبيع المواد، سواء كانت بيع مواد جمعتها من قتل الوحوش أو صنعتها أو غير ذلك. ويمكنك في هذه المتاجر شراء مواد الأكل عند محل الأكل، وشراء مواد الأسلحة عند الحداد، وشراء الدروع عند بيع الأسلحة. ولديك محل التخزين حيث تشتري فيه مساحة تخزين لتخزين المواد إذا امتلأت عندك الحقيبة، ويكون هناك محل يبيع مواد كيميائية وطريقات، ومحل مجوهرات، ومحل اللباس وسكينات، ومحل المزاد، ومحل بيع الأسماك والثروات البحرية. وحسب كل لعبة يكون هناك محلات أخرى تستمتع باستكشاف طريق عملها. نظام التجارة، وهذا شيء ممتع جداً، حيث في هذه الألعاب تستطيع أن تتاجر، تحصل على سلعتك من أحد المحلات أو تصنعها وتضعها لحمارك أو حصانك أو حتى عربتك، وتقودها إلى مدينة أخرى وتربح منها أموال وقطع ذهبية. تساعدك كثيراً في تحصيل مواد نادرة، وطريقة التجارة مختلفة عن بيع أشيائك بالمحلات التجارية كما قلنا سابقاً. نظام الصيد، لن تصدق إذا قلت لك أنك لا تصطاد الأسماك فقط بهذه اللعبة، بل تصطاد كذلك الحيوانات، والأكثر روعة إنك تصطاد لاعبين آخرين، وهذه الميزة لا تجدها بكل هذه الألعاب. نعم، هناك لاعبين مطلوبين يكون هناك الطلب عليهم، مثلاً إذا قتلته تربح مبلغ معين، فأنت يمكنك لن تصير صياد جوائز أو تضع جائزة على شخص يزعجك،
وسيسعى إليه عشاق صيد الرؤوس. Oh, he's flagging, boys. This is gonna be fun. نظام الترويض تستطيع القيام بترويض الحيوانات بهذه الألعاب وركوبها أو شراء حيوانات ليفة أو تربية حيوان يقاتل معك بالمهمات، والبعض منهم يمكن شرائهم والبعض يكون من النذرة الحصول عليهم. وهناك ألعاب فيها وحوش مؤقتة ودائمة، وكل وحش يكون له مهماته القتالية وعليك تطويره والاعتناء به، إعطاؤه الأكل. وهناك وحوش لا تحتاج العناية حسب نظام الحيوانات في كل لعبة، أما الوحوش باللعبة تكون مختلفة، وحوش عادية ولكن قوية، ووحوش أقوى، ثم وحوش أعلى رتبة، ثم القادة والزعماء. فلا يكفي أن يكون مستواك يقارب مستوى الوحش لبد من تطوير أسلحتك لقتلهم بسهولة. السباق هذه واحدة من ميزات لعبة بلاك ديزرت، إنك تشارك بسباق الأحصنة. وسبب ذكري لهذا الموضوع هو كي أوضح لكم أن لكل لعبة من هذا النوع مميزات متنوعة، فقد تجد فيها كل هذه المميزات أو أكثر، أو تجد أقل منها. المهم أن الألعاب المستقبلية يجعلونها أكثر تفصيلاً ويضيفون لها مميزات أكثر من المميزات التي قد تجدها في ألعاب قديمة من هذا الصنف مثلاً. ومن الأشياء التي تشدك أكثر لهذه الألعاب كذلك نظام الهاوسين والمزرعة، وهو نظام يسمح لك بإمكانية شراء منزل خاص بك باللعبة، وتقوم بشراء مواد وديكورات لمنزلك، وتشتري الأثاث وتعتني به كما تريد. وليس هذا فقط، يمكنك دعوة أصدقائك إليه وتنظيم حفلات مع أحبابك داخل اللعبة. ثم المزرعة، حيث تستطيع شراءها والاعتناء بها وتزرع فيها محاصيل تبيعها في المزاد لكونها مواد ناذرة، أو تصنع بها مواد قيمة وتشتري حيوانات المزرعة كذلك. ومواد المزرعة كانك تلعب المزرعة السعيدة داخل هذه النوعية من الألعاب. لكن قبل أن تلعب أي لعبة تأكد من أنها تحتوي على ميزة الزراعة والبيت، فليس كل الألعاب تجدها فيه. كما ذكرنا سابقاً، يمكنك التعرف على أشخاص جدد داخل اللعبة وتكوين صداقات حقيقية قوية، وخاصة بوجود ميزة الزواج داخل هذه الألعاب. نعم، الزواج داخل اللعبة يمنحكما بوفاة خاصة، والبوفات مثل مهارات تحسين للشخصيات وله فوائد، كما أنه يعبر على قصة حب حقيقية. ويمكنك دعوة أصدقائك لحضور العرس وتكون في قاعة مع الكراسي، وكل شيء غاية في الروعة. الميزة الأسطورية التي لن تتكرر في التاريخ في لعبة آرك رايج، نجد ميزة المحكمة والسجن. نعم، لن تصدق إنه هناك محكمة للحكم على الشخص. القرصان الذي يسرق الناس ويقتل الناس إذا أمسكوه فهو يتعرض لمحاكمة، ثم يمكن إرساله للسجن يقضي فيها مدة معينة. ولا أظن أن المحاكمة موجودة في بلاك ديزرت مثل هذه اللعبة. نمر إلى نظام الإبحار، وهذا من المميزات الأسطورية التي تجدها في ألعاب قليلة مثل آرك رايج وبلاك ديزرت، حيث تستمتع فيها بالإبحار حول العالم. والممتع أن شراء القارب ليس رخيصاً لبد من اتعاب نفسك، تجمع المبلغ الكافي ثم تشتري رخصة الإبحار ثم شراء القارب. أما في آرك رايج تقوم بتطوير قارب صغير تدريجياً إلى أن يصير بآخرة كبيرة، وليس هناك إبحار فقط بل أيضاً وحوش عملاقة بحرية وكنوز وقراصنة تخوض معهم حروب البحرية من القصف. لذلك لابد أن تكون حذراً من السفر لوحدك على البحر. الآن النظام الجميل جداً هو نظام العالم الكبير الواسع جداً، حيث يمكنك استكشاف أسراره وخباياه، وخاصة في لعبة بلاك ديزرت فيها عالم واسع جداً لدرجة أنك ممكن تضيع فيه وتفاصيل كثيرة ومناطق كثيرة وكهوف وغارات ومناطق سرية داخل البحار وبوابات مخفية لعوالم أخرى، وكل هذا لا يظهر عندك في الخريطة ولا يظهر فيها إلا الأجزاء التي قمت باستكشافها بنفسك، أي المناطق التي زرتها فقط التي ستظهر عندك. فكلما تجولت أكثر بالعالم تستكشف أماكن ووحوش أكثر. لذلك أروع الألعاب من هذا النوع تجد فيها عالم واسع جداً وخريطة اللعبة كبيرة وواسعة. فهل أنت مستعد للبحث عن الكنوز النادرة؟ إذا هذه هي أهم المميزات التي تجدها داخل هذه النوعية من الألعاب، وزد عليها مميزات سرية. نعم، في كل نوع من هذه الألعاب فيها مميزات سرية لا يعرفها إلا الأشخاص الذين قضوا وقت طويل وهم يلعبون اللعبة. فمثلاً لعبة زمان المحاربين العربية فيها أسرار كثيرة جداً،
حتى لاعبين الذين يلعبون لشهور لا يعرفون عنها الكثير. فهذه الألعاب تريد منك أن تستكشف وتجد الأسرار المخفية أو تستغلها لنفسك لتصير الأقوى. وإذا كنت تظن أن هذه النوعية من الألعاب للصغار فقط، فشاهد معي الناس التي تلعب اللعبة. لا يوجد فيهم أي شخص صغير في العمر، وذلك أن اللعبة تحتاج منك تفكير وذكاء والتعامل مع ميكانيات اللعبة التي لا يستطيع الصغار أن يستوعب هذه النوعية من ألعاب الحياة الواقعية بشكل كامل. أما الموضوع الأكثر تداولاً في هذا العالم هو محاولات بعض اللاعبين البحث عن ألعاب يكون فيها ميزة free to win، وهذا يعني أن تستطيع الحصول على القوة الجبارة مجاناً دون شراء مواد بأموال حقيقية من المتجر، لأنه الألعاب التي تشترط عليك الشراء من أجل الحصول على مواد القوة، فتعتبر ألعاب الباي تو وين أو الدفع مقابل القوة. ولكن ما لا يعرفه أغلب اللاعبين إنه لا يمكن أن تستغني الألعاب عن المتجر بأموال حقيقية، لأنها الطريقة الوحيدة التي يربحون بها المال من أجل تطوير اللعبة أكثر وتقدمها واستمرارها. أما الألعاب التي يكون كل شيء فيها مجاني فهي تتعرض للإغلاق، لأنها لا تملك مالاً لدفع تكاليف شهرية لاستمرار اللعبة على الإنترنت. نعم، فإطلاق الألعاب ليست عملية مجانية لبد من الدفع شهرياً من أجل الاستمرار، وهذا ما جعلنا نحن العرب لا نملك عاب عربية كثيرة من هذا النوع، لأننا لا ندفع أموال حقيقية لدعم هذه العاب على الاستمرار. وفكرة أن ألعاب للصغار فقط لابد أن تتغيير، لأن الألعاب اليوم تنظم مسابقات فيها ملايين الدولارات ومسابقات باليوتيوب ومسابقات الستريمرز كل أسبوع تقريباً في ألعاب مختلفة وكثيرة، وليكم قائمة بأقوى ألعاب الهاتف أونلاين لهذا النوع. هذه أقوى ألعاب الهاتف أونلاين لهذه النوعية التي شرحناها لكم.